بسم الله، نرحب بكم جميعا في منصة مركز عبد الرحمن السديري الثقافي على منصة الاتصال المرئي عبر برنامج زوم. محاضرة اليوم بعنوان تسويق الذات لسعادة الدكتور عبيد بن سعد العبدلي، وهو مهتم بنشر ثقافة التسويق. مركز عبد الرحمن السديري الثقافي يعد نافذة من نوافذ الثقافة والمعرفة، ويسعى لتقديم البرامج والأنشطة الثقافية والمعرفية لخدمة المجتمع بالمملكة. المقر الرئيس للمركز تمثله دار العلوم بالجوف في مدينة سكاكا، والفرع الثاني للمركز تمثله دار الرحمانية في محافظة الغاط. أسسه معالي الأمير عبد الرحمن ابن أحمد السديري يرحمه الله عام 1383 للهجرة، 1963 للميلاد. وللمركز أربع مكتبات عامة، اثنتان في الجوف واثنتان في محافظة الغاط، وبه قسم للنساء بالجوف في دار العلوم، وآخر في الغاط باسم مكتبة منيرة بنت محمد الملحم. وتعد مكتبة القسم النسائي بالجوف في مدينة سكاكا أول مكتبة نسائية عامة في المملكة. المركز يقيم أنشطة منبرية بشكل أسبوعي تقريباً في هذا الوقت، ولديه أربعة منتديات سنوية تناقش موضوعات متنوعة تحظى باهتمام عام في الوطن بشكل عام، ومنطقتي خدمات المركز بشكل خاص. وفي المركز أيضاً برنامج للنشر ودعم الأبحاث، يسعى إلى دعم التأليف والمؤلفين في موضوعات تهم منطقتي خدمات المركز في الجوف والغاط بشكل خاص والمملكة بوجه عام. لمزيد من المعلومات عن المركز وأنشطته وبرامجه الثقافية، نرجو التفضل بزيارة الموقع الإلكتروني السديري.org.sa ومتابعة حسابات المركز ودار العلوم بالجوف ودار الرحمانية بالغاط على تويتر. محاضرنا في هذه الأمسية الطيبة بإذن الله سعادة الدكتور عبيد بن سعد العبدلي، وهو عضو في مجلس الشورى ومهتم بنشر ثقافة التسويق، وأستاذ جامعي سابق عمل في القطاع العام والخاص، وهو مؤسس لمزيج للاستشارات التسويقية ومؤسس ماركيترز وصاحب أحادية العبدلي، وألف نحو 15 كتاباً في مجال التسويق، وهو عضو في أكثر من مجلس إدارة لشركات متنوعة في المملكة. قبل أن أترككم مع سعادة الدكتور عبيد العبدلي، أذكر بأن المجال سيكون متاحاً لسعادة المحاضر بنحو نصف ساعة أو أكثر حسب رغبته لتقديم ما لديه في هذا المجال، وسنتيح بعد ذلك المجال للمداخلات والأسئلة بعد نهاية المحاضرة إن شاء الله. ونؤكد بأن نشير مرة ثانية بأن خاصية الميكروفون سيتم تفعيلها عند بدء المداخلات لمن يطلب مداخلة صوتية، ومن كانت لديه مداخلة نصية نرجو أن يرسلها عبر الشات. أترككم الآن مع سعادة الدكتور عبيد العبدلي في هذا اللقاء عن تسويق الذات، فليتفضل. مشكورا، حياكم الله وأبقاكم، وأهلا وسهلا فيكم في منبر من منابر العلم في بلادي، مركز عبد الرحمن السديري الثقافي. طبعا انا احاول اطلع الكاميرا حقتي، صوتي وجهي ما بتشوفوا، ما اعطوني لاهل الخاصيه. احنا اليوم، الو تسمعوني؟ نعم طبعا، تفضل. لان الكاميرا حقتي مقفله، تفضل. ودون كاميرا بامكانك تفتح الكاميرا وانت حر. هما حاطين مسوي لها بلوك عليها. لا احنا متاحه من قبلنا. لا من عندي ما هي متاحة. أعلم سأتكلم بدون كاميرا لأنها غير متاحة عندي. اليوم محاضرتنا، أيوة أوكي تفضل. أي رجعتني إلى الحياة، على الأقل أشوف نفسي. طال عمركم، أول شيء شاكر ومقدر لك أستاذ محمد على هذا التقديم، وشاكر ومقدر لمركز الأمير عبد الرحمن السديري الثقافي على إتاحة هذه الفرصة لألتقي مع بنات وأبناء وطني في مختلف مناطق المملكة العربية السعودية، من الجوف إلى الغاط إلى السعودية إلى الرياض إلى كل أماكن المملكة العربية السعودية.
فاليوم نحن نلعب بهذه التقنية التي يعني بفضل الله ثم بفضل التسويق أصبحت متوفرة لدى الجميع. اليوم موضوعنا بيكون موضوع خفيف جدا، أنا لا أحب أن أطيل في الموضوع، ولكنه كيف نستطيع نحن كبشر أن نسوق ذواتنا لجمهورنا المستهدف. وقبل ما نتكلم عن تسويق الذات، نبغى نتكلم لو سمحت لي عن معروف مفهوم التسويق. يعني الناس فهموا التسويق، أو أغلب الناس، أن التسويق هو بيع، التسويق هو إعلان، التسويق هو خداع في مكان معين، وربطوا دائما التسويق طال عمركم بالتسويق المنتجات والخدمات. ولكن التسويق أكبر وأشمل من هذه الكلمات كلها، هو يرتبط بتسويق خدمات، يرتبط بتسويق منتجات، يرتبط بتسويق أفكار. يعني دائما الأفكار تحتاج إلى بيئة تسويقية وتسوقها للناس المستهدفين، وتسويق دول، ونعرف دول كثيرة استخدمت التسويق ونجحت في ذلك، ومن الأمثلة على ذلك سنغافورة كمثال، ومدن كذلك، نيويورك استخدمت التسويق، ودبي استخدمت التسويق فنجحت. اليوم التسويق يستخدم فقط ليس على هذه المدن والدول والمنتجات والخدمات، يستخدم حتى على الأشخاص. اليوم احنا بنشوف في أمريكا التنافس الكبير جدا بين بايدن وبين ترامب، كلها هو تسويق أشخاص. أنا كيف أسوق نفسي لجمهوري عشان أو للناس عشان ينتخبوني رئيس الولايات المتحدة الأمريكية؟ فاحنا اليوم بنتكلم على هذه الناحية اللي نسميها تسويق الذات أو تسويق الشخصية أو سمها ما شئت. احنا اليوم بنشوف في أشخاص ناجحين في مجتمعاتهم في عوائلهم لأنهم استطاعوا بطريقة أو بأخرى أن يقنعوا أنهم هم عندهم شيء أفضل من الآخرين. واليوم إحنا في السوق السعودي وفي العالم العربي كذلك نحتاج إلى تسويق أنفسنا، سواء أنا موظف في الشركة كيف أستطيع أن أوظف أسوق نفسي لمدرائي لأحصل على رضاهم على ترقية، وبين مجتمعي أو بين عائلتي كيف أستطيع أن أسوق نفسي لأكون مميز بين أقراني وبين عيال عمي. فهذه هي مهمة كل التسويق. وببساطة لو قلت لي عرف لي التسويق الذات، طبعا احنا نحتاج تسويق الذات وخصوصا الأيام هذه مع المنافسة الشرسة في الشركات، في التوظيف، المنافسة الشرسة في اللقاءات، تحتاج لتسوق نفسك كثير. هو كيف نستطيع أن أقدم نفسي للآخرين بطريقة مهنية ومباشرة ولا بقاء بعيدا عن التكلف؟ احنا اليوم بتقابل في اليوم 10 أشخاص 20 شخص، واحد أو اثنين هم اللي بيتركوا فيك أثر، يقول هؤلاء الناس يعني والله أتمنى أني أتعرف عليهم أكثر، أتمنى أني أتواصل معهم أكثر، لأن عندهم طريقة معينة في تقديم نفسهم. اليوم في جوالاتنا مئات الأرقام من الهواتف، وبتشوف فيك أشخاص بيكلمونك لا ترغب أن ترد عليهم لأنهم لم يستطيعوا أن يسوقوا نفسهم بالطريقة الصحيحة علشان تتشوق لرد المكالمة عليهم. وفي بعض الناس تتشوق أنت أن يكلمك لأنه استطاع أن يسوق نفسه لك بطريقة مهنية. اليوم إيش عندي أسوق؟ أنا اليوم إحنا لو طبقنا التسويق علي أنا كذاتي، إحنا نعرف بالتسويق أستاذ محمد أن عندي 4 مكونات لأي مسوق أو أي تسويق. المكون الأول هو المنتج، أنا عندي منتج أريد أن أبيعه على الناس. المنتج هذا أنا أو اليوم هو عبيد العبدري، إيش منتجي، إيش قدراتي، إيش مهاراتي، إيش معارفي، إيش تعاملي، هذه الأشياء اللي أنا أريد أن أبيعها على الجمهور المستهدف. الجزء الثاني للتسويق وهو المهم هو السعر. اليوم ما في شيء بلاش، حتى لو ما لم تدفع له مال أنت تدفع له جهد. الصوت واضح؟ نعم تفضل. فهذا الثاني السعر. الشيء الثالث هو الموقع، موقعك أنت أو موقع الشركة أو موقعك أنت كشخص من ضمن الناس اللي أنت حواليك. والثالث الترويج، أني كيف أستطيع أن أروج، أو الترويج هو أني أعرف الناس عن منتجي عن خدماتي. ودائما عشان تبدأ بتسويق الذات لازم أن تسأل نفسك أسئلة. من أنا؟
ايش هي قدراتي، ايش هي امكانياتي، ايش هي مهاراتي. ما في شخص في العالم ما عنده هذه الاشياء، سواء هو استطاع ان يعرفها بنفسه او اكتشفوها الاخرين في نفسه انه هو عنده كذا وكذا وكذا. ودائما كل شخص، في ناس احنا نسميه الجمهور المستهدف، ما لمن تريد ان تبيع نفسك. ولما اقول البيع انا لا اقصد به كلمه حرفيه اني كيف ابيع نفسي، انه كيف اني اسوق نفسي بطريقه مهنيه ان اكون متقبل عند الاخر. والسؤال المهم، ماذا اعرف انا عن نفسي؟ وهذا سؤال مهم جدا. اذا لم تعرف انت نفسك فلا يوجد شخص في العالم سيعرفك اكثر من نفسك. ما هي انجازاتك؟ اليوم عمرك 40 سنه او 30 سنه ولا اللي يكون، ايش الانجازات؟ يعني انا دائما لما اقول الانجازات هي بدايه من تخرج من المرحله الثانويه الى هذا اليوم. ما هي الانجازات؟ او بمعنى اصح، ما هي قيمتك المضافه؟ او ما هي الاضافه اللي انت ضفتها سواء لنفسك لمجتمعك؟ ما هي ايجابياتك؟ ما في شخص كامل ولا في شخص ناقص. في هناك في كمال لمرحله معينه ونقص لمرحله معينه، والجيد الذي هو يعرف وين قدراته، وين طبعا احنا دائما نسميها في التسويق التحليل الرباعي، انه نقاط قوتي، نقاط ضعفي، الفرص والتحديات. واحنا اليوم نعيش في المملكه العربيه السعوديه برؤيه 2030، في هناك فرص كبيره جدا ولكن في تحديات، المنافسه قويه جدا. ودائما انا انطلق من الحاضر الى المستقبل. اليوم اللي ما عنده هدف، طبعا هي دوله المملكه العربيه السعوديه وضعنا هدف عام 2015، نبغى نوصل ل 15 سنه، نبغى نوصل الى عام 2030 شو بنبغى نسوي. احنا اليوم كاشخاص، كشباب وكشابات في هذا الوطن ولا حتى وين بيكون انا دوري بهذه الرؤيه؟ وين استطيع الفرص اللي بتكون مناسبه لي؟ طبعا ليش انا احتاج اسوق نفسي؟ احنا في كتب كثيره ممكن تتابعون لها في جوجل، هي وحتى كتاب عجبني اسمه ذاتك علامة تجارية. أنت علامة تجارية، أنت اليوم في وسط أصحابك، في وسط عائلتك، في وسط مجتمعك، في وسط شركتك، أنت بذاتك علامة تجارية. كيف تستطيع أن تستفيد من هذه العلامة التجارية؟ ودائما كل ما كان عندك تسويق جيد لنفسك ولذاتك، أنت تستطيع أن تسوق نفسك، تترقى في الوظيفة اللي أنت فيها. ودائما إحنا نقول أنا بين أصحابي، ليش ما يحبوني اصحابي؟ ولا ليش ما يعطون، ليش اعطوا الوظيفه لفلان ولا اعطوها فلان وانا افضل من فلان في اشياء معينه؟ انت لم تستطع ان تسوق نفسك لصاحب القرار. دائما التسويق الجيد يفتح امامك فرص وخيارات متاحه. اللي ما عنده، اللي ما يستطيع ان يسوق نفسه، دائما فرصه محدوده. التسويق يخليك تركز اكثر على نفسك. ونقطة مهمة جدا في تسويق الذات هي علاقاتك، كيف تستطيع أن أكون علاقات مع الناس والتعامل. وفي دراسات كثيرة تقول 85% من نجاح أي مسؤول ولا أي شخص في حياته هي مرتبطة بجودته وحسن علاقاته مع الناس الآخرين. كيف أستطيع أن أبني مهن علاقات تخصصية؟ إذا أنا تخصصي تسويق، كيف أستطيع أن أكون عضو في جمعية مهنية؟ كيف اتواصل مع متخصصين في المجال؟ التسويق الجيد يفتح لك ابواب كبيره. التسويق الجيد يجعلك يعني مسؤول عن نفسك. والسؤال يمكن يطرح، كيف استطيع انا يا عبيد العبد ولا استاذ محمد ولا اي واحد اني ابني علامه تجاريه، علامه شخصيه؟ ترى احنا دائما نقول يحتاج من الشخص ثواني لتكوين انطباع جيد عن الشخص الآخر اللي أمامه. أنا كيف أستطيع أن أترك هذا الانطباع الجيد لما أدخل مكان، لما أتكلم، لما أمسك الميكروفون، لما يكون عندي هذه الأشياء مهمة جدا، حتى في طريقة اللبس وطريقة الرائحة، طريقة أشياء كثيرة جدا يجب أن تركز عليها. فعشان تبني علامة تجارية، عشان تسوق نفسك جيدا، أول شيء أنت مسؤول عن ذاتك. لا يمكن أي شخص مهما كان هذا الشخص قريب منك أو يحبك أن يسوق نفسك أنت للناس الآخرين، ولكن دائما أنت مسؤول عن نفسك. اعرف نقاط قوتك زي ما قلنا قبل شوي وضعفك. انفتح على الخبرات، اليوم الخبرات متاحة. وإحنا اليوم كنا نشتكي في زماننا إحنا ويمكن أستاذ محمد من قلة المعلومات المتاحة والمصادر المعلوماتية اللي عندنا. اليوم بنشتكي من كثرتها.
كيف استطيع ان اختار المصدر المعلومات اللي بينفعني انا؟ ركز وكن منفردا دائما دائما، لا تكن ظل احد اخر، لا تكن ظل ابوك ولا اخوك، كن انت شخصيتك المتفرده بنفسك. ونقطة أخرى مهمة جدا أنا أقولها عشان تطور نفسك في هذا المجتمع المتنافس الشرس، افتح آذانك وافتح عيونك على كل التجارب، لا يكون عندك محدودية، خذ كل التجارب الجيدة من كل مكان في العالم، لأن التجربة الجيدة في أي مكان في العالم هي تكون تجربة تستفيد أنت منها. ونقطة أخرى كن فضولي. ما معنى فضولي؟ أنك تكون يعني لزقة على الناس، ولكن استخدم المعلومة، تسمع معلومة، اسأل وحاول تركز أكثر وأكثر، حاول تسأل ولين تأخذ المعلومة الصحيحة. ركز على مشروع وليس على وظيفة. اليوم إحنا ما نركز فقط على وظيفة معينة. أنا أبغى مشروع حياة، أنا أبغى عبيد العبدلي يكون علامة تجارية في التسويق، وهذه الأشياء المهمة جدا. النقطة الثالثة الثامنة، طول بالك. الزعول واللي يزعل ما يمكن يحقق أشياء كثيرة، خليك حكيم. وما خاب من استشار، المشورة مهمة جدا جدا. فهذه ملاحظات بسيطة، وترى كل واحدة من هذه تحتاج إلى تعمق، وموجودة ترى في تويتر الآن. لو تبحث عن أي بس تكتب تسويق الذات ولا تسويق الشخصية ولا شيء تلقى معلومات كثيرة. آليات التسويق اللي ممكن تستخدمها اليوم، عندي آليات كثيرة في التسويق، سواء من خلال منصات التواصل الاجتماعي اللي احنا الان شغالين عليها، واغلبنا تبدا من الان تويتر، تبدا من سناب شات، تبدا من الفيسبوك، من الانستغرام. هذه مصادر مهمه جدا لك انت كشاب وشابه انك تسوق نفسك من خلالها، ولكن من خلال المحتوى الجيد. المحتوى الجيد دائما هو اللي يبقى، اما التهريج فممكن تسوق نفسك ولكن بطريقه خاطئه جدا. بعدين ارسم تصور واضح. انا ايش ابغى؟ انا يوم عمري 25 سنه، ابغى يوم يكون عمري 35 سنه يكون عندي 1 2 3 4. واختر علاقاتك جيدا. اليوم انا سهل انك تسوي علاقات مع الناس، ولكن ايش العلاقه اللي بتكون مفيده لي وله؟ فدائما تكون اختيارك العلاقه ممتازه. ركز على التفاصيل، دائما الناس يركزون على التفاصيل. احنا دائما نقول التفاصيل ما هي جيده، ولكن تفاصيل في العلاقات في تسويق النفس مهم جدا. دائما خليك افكارك جديده ومنتجات جديده، وخليك يعني مرح. دائما الابتسامه يعني جزء من التسويق الذات، هو ان كيف تستطيع ان تبتسم بالطريقه الصحيحه، ليس بالابتسامات المجامله ولكن بالطريقه اللي تفتح قلوب الناس عنك. كن متفائلا، هذا مهم جدا، التفاؤل. ودائما كل ما كنت متفائل وكل ما كانت الامور افضل وافضل. اهتم بشكلك، بمظهرك، بالاشياء المهمه جدا. هذه الاشياء احنا الاساسيات. اليوم انت طبعا اعتمد على ليش تبغى. دكتور وحيد، الصوت. دكتور العبيد الصوت. عفوا، انا هو من نفس الان. الصوت واضح؟ انت تتكلم من خلال اللابتوب ولا الجوال؟ لا من اللابتوب. من اللابتوب. تفضل. في مشكله؟ تفضل. بس لا، الان صوت عادي. اي ممتاز ممتاز. فأنا أقول دائما إذا أردت أن تسوق نفسك، اعرف لمن تسوق نفسك. إذا أردت مثلا في وظيفة، هو عندنا في مشكلة، في عندي الصوت يرجع لي. ألو؟ الآن الصوت واضح لدينا. ممتاز. كيف تستطيع أن تكتب سيرة ذاتية تخليك مميز أمام الآخرين؟ السيرة الذاتية لها شروط معينة، وأنا عندي محاضرات فيها ممكن تلقونها على اليوتيوب، كيف تستطيع أن تكتب سيرة ذاتية لتحصل على مقابلة شخصية. اليوم عندنا في تسويق الذات سيرة ذاتية تكتبها بذاتك وليس بإجازات وهمية، ومقابلة شخصية كيف تستطيع أن تجتازها بأفضل طريقة.
وهذه كلها موجودة عندي في هذه الأشياء. هذه الأشياء أنا حاولت دكتور أستاذ محمد فقط أن يجمعها كبداية للأسئلة، وأنا متأكد أن الأسئلة الشباب والشابات بتكون تعطي إن شاء الله معلومات أكثر وأكثر. فأنا الآن أنت مداخلتي يعني اللي كنت مستعد لها جاهز انتهينا منها، في انتظار أي سؤال أو استفسار. طيب إذا كان المحاضر قد أنهى عرضه الأول، المجال مفتوح لمن يريد أن يعمل مداخلة صوتية من الإخوة والأخوات الحضور. من رغب نرجو أن يفعل المايك ويعمل ريز هاند. طيب لدينا سؤالين على الشات. السؤال الأول عمرك، ما الفرق بين تسويق الذات وتسويق المؤسسة التي يعمل بها المدير أو القائد أو الشخص الذي يتولى الإدارة؟ ما الفرق بين تسويق الذات وتسويق المؤسسة التي يعمل بها؟ ما هو الخط الفاصل بين هذين؟ لا، هو تسويق الذات هو يتعلق بك أنت كشخص، كيف تستطيع أن تبرز، كيف تستطيع أن تبرز مهاراتك وقدراتك، فهذا تسويق لذاتك أنت شخصيا. أما تسويق الشركة زي ما قلنا مختلف تماما، ما هو مختلف، هو الفكرة واحدة، ولكن أنا أسوق نفسي لصاحب الشركة وصاحب الشركة يسوق نفسه لجمهور المستهدف. فالأشياء الأساسيات أربعة، سواء أنت كشخص أو كشركة: منتج، سعر، موقع، وترويج. ولكن أنت تطبق على نفسك كشخص، ولكن بتكون بسكيل أصغر، وعلى الشركة مختلفة تماما لأنها متوجهة لجمهور مختلف عن الجمهور اللي أنت تبحث عنه. نعم. في سؤال ورد من الأستاذة إيمان الحازمي تسأل عن، يقول بعض الناس يخلطون بين تسويق الذات وبين الواسطة وبين شبكة العلاقات المهنية الناجحة. هذا هو سؤالها. جميل. ما أدري هل وصلت الرسالة. لا، جميل، جميل جدا إيمان السؤال. أنه تسويق الذات ليس معناه واسطة، تسويق الذات أنت بتبرزين مكان من القوة ومهاراتك للناس اللي مهتمين، اللي مهتمة أنت توصل لهم. ولكن الواسطة مختلفة تماما، لأن الواسطة تعطي حق ليس صاحبه حق. ولا أتكلم تسويق الذات أنك أنت تسوقين لنفسك، ولكن هي كانت كلمة جميلة جدا، كيف أستطيع أن أسوق من خلال مجموعات المهنية؟ صح، هذا الصح، ان هذه ليست واسطه. اليوم انا بيكلمني كثير من الناس من الشركات يقول يا عبيد نبغى مثلا تعطينا مدير تسويق. انا الان ما هي واسطه، هو علاقاته معي المهنيه خلاني اعرفه زين، هو جاء وسوق نفسه لي انا، وانا سوقت نفسه سوقته للشركات. فلازم التسويق من خلال العلاقات الجيده وواسطه. الواسطه مختلفه طبعا تماما. نعم. في بعض الأخوة والأخوات يقول أحاول أن أطلب الإذن بالمداخلة الصوتية. نشير بأنه هناك خاصية عمل ريز هاند حتى تظهر عندنا ونفعل الصوت. من أراد أن يعمل مداخلة صوتية يعمل ريز هاند في من تحت مكتوب مور، وإمكانه يعمل ريز هاند. على العموم، في السؤال الثاني هو يبدو تابع للسؤال الأول، يقول تقول بأن جيل الخريجين الجدد لا يريدون يعني يتعبوا أنفسهم ويرجعوا للأرشيف، وكيف يسوقون أنفسهم الخريجين الجدد؟ جميل جدا طبعا، وهذه مهمة جدا وملاحظة، أنه بعض الشباب الصغار الخريجين لا يبذل الجهد المطلوب لإثبات نفسه وجودة خبرته. طبعا وهذه نصيحة دائما للطلاب اللي ما زالوا طالبات اللي ما زالوا في الجامعة، خلال 4 سنوات في الجامعة اعملوا في النشاط، الأنشطة الطلابية، الأنشطة الخارج القاعة الدرس، هذه مهمة جدا وتبني فيكم القيادة والمهارة وكل شيء. فهذا واحد. إذا تخرجت من الجامعة وعندك سيرة ذاتية جيدة، اكتب سيرتك الذاتية جيدة، وحاول توصلي سيرتك الذاتية للناس المختصين وليس لأي واحد، فهذا مهم جدا. واكتبي سيرة شخصية لكل شركة مختلفة عن الشركة الأخرى، فهذا مهم جدا. انه وهذا مهم اليوم المحاضره اليوم، انه كيف لخريج جديد ان يسوق نفسه على الشركات. وهذه وان شاء الله يعني موجوده عندنا، انا احنا في يعني عندي بعض
في اليوتيوب بعض المعلومات عن كيف تستطيع أن تسوق نفسك للشركات. السلام عليكم. وعليكم السلام. أستاذ يوسف الدغيشي. السلام عليكم. عفوا أستاذ يوسف. أنا وعليكم السلام. السلام. عرف نفسك. أسعد الله مساكم بكل خير. أول شيء أشكر مركز عبد الرحمن ستيري على هذا البرنامج، وأشكر سعادة المقدم وسعادة الدكتور على ما طرحه من معلومات وثقافة تسويقية. عندي تساؤل للدكتور. انتشر في الآونة الأخيرة ما يسمى بإدارة السمعة للشركات، فهل في إدارة سمعة للأفراد؟ وإذا كان موجود ما هي طريقتها؟ وشكرا لك. جميل، سؤال جميل أستاذ يوسف. إدارة السمعة مهمة جدا سواء للشركات أو للأفراد، وأعتقد أن الأفراد يمكن تكون بعد أهم وأهم، لأن هي السمعة هي في النهاية رأس مالك. يعني إذا فقدت السمعة الجيدة فتفقد كل شيء. فمهم جدا، وأنا دائما أنصح شبابنا وشاباتنا أنه اليوم استخدامكم للسوشيال ميديا سهل، تقدر تكتبين أو تكتب ما تريد فيه، ولكن بالنهاية كل ما تكتبه ترى هو بينعكس سواء سلبا أو إيجابا على صورتك أو سمعتك بالنهاية. فمهم جدا أن تحافظون على السمعة. أنا الشركة بتستغرق 20 سنة لتبني سمعة جميلة جدا بخطأ واحد قد تهدم هذه السمعة، ولكن ممكن ترجع بعد محاولات عديدة. الشخص إذا فقد سمعته وهي البراند وهي العلامة التجارية حقته سيفقد أشياء كثيرة جدا. فنصيحتي لشبابنا وشاباتنا، لا تكثرون في السوشيال ميديا، لا تكثروا منها، لأنها ممكن تجيب سمعتكم يعني بعض الأوقات مع الأسف الشديد أي تغريدة أو شيء خارج الخط المألوف قد تفقدكم أشياء كثيرة. فشكرا يوسف على السؤال هذا. السمعة مهمة جدا سواء للشركات أو للأشخاص، ولكن للأشخاص أعتقد أكثر وأكثر أهمية. طيب، نحن سنفعل المايك مع الأستاذة إيمان الحازمي اللي سألنا سؤال يبدو عندها مداخلة صوتية. تفضل أستاذة إيمان الحازمي. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام. معكم أستاذ إيمان الحازمي، أكاديمية سعودية. حابة بس أضيف نقطة بالنسبة للنقاط اللي ذكرها الدكتور عبيد، وأنا شاكرة جدا لتغطية الموضوع هذا، لأنه دائما تجيني استفسارات حول الموضوع هذا، وجيل الخريجين الجدد يجهلون الكثير من المهارات الناعمة، تحتل تقريبا 80% في التوظيف والحصول على عرض وظيفي. أنا أنت دكتور قلت إنه في اكتب إنجازاتك أو عرف بنفسك، اذكر إنجازاتك لما أنت تسوق لنفسك. خلينا نقول إنه أنا عندي طالب مثلا فريش جرادويت أو خريج جديد ما عنده إنجازات لسه، في الحالة هذه أنا بس ودي أضيف إنه ممكن يركز على مهاراته، يسوق المهارات وإيش هو يتقن. طبعاً بعد ما يتقن الشيء هذا، بعد ما يبحر فيه ويكون عنده باك جراوند أو سوليد باك جراوند اللي هي خلفية صلبة أو مهارات كويسة في الـ في الـ في, الـ في الشيء اللي هو وده يسوق له. ففي الحالة هذه بس يسوق لمهاراته، و حتى لو ما كان عنده إنجازات، ويحدد هدف ذكي. الهدف الذكي عادة إن هو يعرف هو فين وده يروح. يعني كون إني أنا بس أتخرج عشان ألاقي وظيفة، أعتقد هذه بداية طريق الضياع. أنا ودي أتخرج بالمعدل الفلاني وأتوظف في الشركة الفلانية، هذا يساعده على إنه تكون الرؤية قدامه واضحة، ويبدأ يركز ويحفر طريقه قدامه. That's it. أعتقد هذا اللي موجود عندي حاليا. شكرا لك دكتور مرة ثانية، وشكرا للسماح لي بالتعقيب على كلام الدكتور. شكرا إيمان، ولكن أنا بأضيف نقطة لو سمحتي لي، اللي هو طبعا. اليوم أنا أعتقد أتمنى من قلت اللي أنا درست في الجامعة البترول 10 سنوات، واشتغلت في القطاع الخاص الآن هو حوالي 15 سنة. دائما الطالب الجيد في الجامعة هو اللي يشارك في الأندية الطلابية، وكل جامعة يجب أن تمكن طلابها من ممارسة العمل الطلابي من خلال الأندية الطلابية، من خلال الروابط، من خلال الأندية، أشياء كثيرة جدا. وليس فقط الجامعة، اليوم رؤية 2030 تقول نبغى نوصل خلال 2030 مليون متطوع سعودي. اليوم العمل التطوعي ما شاء الله موجودة في كل مكان، فهذه الأعمال التطوعية في الجامعات في الأندية الطلابية أعتقد هي إنجازات الطلاب، لما يكون الطالب رئيس النادي الفلاني أو سوى الفعالية الفلانية، هذه مهمة جدا جدا. لا، ونقطة مهمة إيمان أنا لاحظتها، أفضل طلابي وأنا أقولها وقلتها أكثر مرة، اللي برزوا والآن
ومسكوا مدراء شركات كبيره ورؤساء تنفيذيين معدلاتهم لم تكن عاليه، معدلاتهم نعم. كانت على الافرج، ولكنهم كانوا نشطاء جدا في الانشطه الطلابيه. فهذه نصيحه مني لكل طالب وطالبه اليوم، ركز في جامعتك على دراستك طبعا ومعدلك ما اقول لا، ولكن في نفس الوقت حط وقت للعمل التطوعي، للعمل في الانديه الطلابيه، ترى مهم جدا، واعطاء المجتمع كمان ما يستحق. شكرا. شكرا دكتور. شكرا استاذ ايمان. عندنا في الاستاذ محمد العريشي، محمد العريشي، استاذ محمد العريشي ارجو تفعيل المايك، تفضل بمداخلتك استاذ محمد العريشي اذا كنت تسمعنا تفضل. السلام عليكم، مساء الخير جميعا. هلا محمد. اشكر لكم استضافه الدكتور عبيد، بصراحه الدكتور اسطوره التسويق في المملكه العربيه السعوديه. اسال الله ان ينفع بهذا اللقاء جميعا، واشكر المركز على استضافه ايضا القامه الأستاذ عبيد. وجهة نظر ممكن الأستاذ الدكتور يشاركني فيها، إنه بداية تسويق الذات، إنه لابد إنه أي خريج فريش لسوق العمل لابد إنه يحضر دورات تخصصية. يعني أنا بدل ما يعني أروح أمر على الشركات ولا المؤسسات والسي في حقي ما عنده أي حاجة، أنا أخضع نفسي لدورات تطويرية تخصصية عشان أنا فعلا أكون مطلوب للشركات. أنا أترك المجال الآن للدكتور، ممكن يعقب على الكلام هذا. شكراً لإتاحة الفرصة مرة ثانية. شكراً أستاذ محمد، فعلاً يعني أول شيء شاكر أطرائك، وأنا لست يعني أسطورة التسويق، أنا أستاذ، أنا متعلم وطالب في هذه المدرسة، أول شيء جزاك الله خير. ثانياً نعم، يعني أنا اليوم أوظف، أنا عندي شركة، أنا مسؤول في بعض الشركات وموظف الشباب السعوديين، يأتيني 10 أشخاص، واحد ممكن يكون عاجبنا من 10 أشخاص والبقية ما أعطيهم فرصة. ليش؟ لأن ما أعطي، لأنه الواحد هذا هو عمل على نفسه، ليس فقط في الجامعة زي على قول محمد، ولكن دخل في دورات تخصصية، جاءوا أقناني، جاي هو عارف الشركة، جاي عنده معلومات، جاي عنده طموح، عنده زي ما قالت إيمان، عنده هدف واضح يبغى. يعني دائما إحنا في الشركات لما جونا الشباب، طبعا ترى جزء لما ترسل السيرة الذاتية، وأنا أقول نصيحة للطلاب، فقط يقضى او صاحب التوظيف بيطالع في سيرتك الذاتيه لمده 10 ثواني وبيرميها على جنب، اذا عجبته السيره الذاتيه خلاها جنب، بيطلع لها يرجع لها ثاني مره، اذا عجبته اكثر يناديك في مقابله شخصيه. المقابله الشخصيه هي فقط هي الحقيقه اللي انا استطيع ان اعرف انه هذا الشاب يستطيع يصلح لي ولا ما يصلح لي. فهنا مهم جدا ان شبابنا، طبعا اليوم انا ما كنت حاط نفسي محمد إن محاضرة الخريجين، هي محاضرة عامة، ولكن كويس أنك طرحت السؤال، مهم جدا للطالب، طالب الوظيفة أول شيء يسوق نفسه تسويق صح من خلال سيرة ذاتية ويكتبها بطريقة صحيحة. وأنا عندي لو بس أبحث في أي واحد في اليوتيوب في محاضرة كاملة جدا يعطيك من الألف إلى الياء كيف تكتب سيرة ذاتية ناجحة أو جيدة، وعندي كذلك كيف تجتاز مقابلة شخصية. دائما الشباب والشابات نتعلم التعلم التعلم، وسوف يصلون اليوم ولا يأسون. اليأس هو بداية يعني عدم الاستمرار في البحث عن وظيفة. ودائما أقول طبعا شباب والشابات حتى من أيامنا إحنا ممازجين، إنه من تخرجك إلى الحصول على وظيفة 16، إذا بعد 16 ما حصلت وظيفة، بعد طبعا ما تسوي الجهد كامل، بعد 16 ما حصلت وظيفة أقلق شوي، ليش ما حصلت وظيفة. شكرا. شكرا. لدينا سؤال من الأستاذة منيرة ناصر، نرجو تفعيل المايك. أستاذة منيرة طبعا لا تظهر الألقاب. السلام عليكم ورحمة الله. هلا منيرة، يا مرحبا. أنا حابة أني أقول تجربتي في تسويق الذات. أنا اشتغلت على نفسي من المرحلة الجامعية، مثل ما ذكرت دكتور كنت نشيطة في الأندية الطلابية في مجال التطوع، فلما تخرجت كنت مختلفة تماماً عن زميلاتي، حتى في زميلات كانوا متفوقات، يعني كان مستواي الدراسي ممتاز بس كان في ناس أعلى مني وهذا شيء طبيعي. المهم أنه بسبب أني كنت شخص فعال قدرت أني أحقق الحمد لله نجاحات، وقدرت أني أشتغل على مشروعي الخاص. الآن أنا مدربة في الموهبة والإبداع، وقاعدة أشتغل على كتابي، علاقاتي جدا ممتازة،
هذه العلاقات لما فتحت مجالي في التدريب سوقت لي، فهذا كله بسبب أني لما كنت طالبة كنت أشتغل على دراستي ومركزة على التطوع وعلى فكرة الأنشطة الطلابية. لما جيت أقدم لهم أقدم سيرتي حتى للشركات في بداية يعني اشتغلت كصانعة محتوى، فلأني عفواً كنت أشتغل على موهبتي في الكتابة، فكنت أجي أقول أنا شاطرة في الكتابة، أمسك لكم الإعداد، أمسك لكم صناعة المحتوى في الشيء الفلاني، هذا الشيء طور من مهاراتي. فأنا نصيحتي اكتشف نفسك واشتغل على موهبتك. يعني معلش طولت عليكم ولكن في شيء مهم، ولا يعني في العمل التطوعي لما تدخل لا تدخل كذا، إذا أنت عارف نفسك أنك مصمم شاطر لا تدخل في أي شيء يقول أنا مصمم وبصمم لكم، هذا شيء ترى يسوق لك. إذا أنت صانع محتوى شاطر، أنا صانع محتوى وبأدخل معاكم في الإعداد في الفقرات في كذا في كذا، إذا ما كنت عارف نفسك جرب جرب لحد ما تجد نفسك وابدأ تخصص، مع الوقت راح تلقى حتى السوق يطلبك تلقائيا، حتى لو ما فكرت أنك تشتغل كطالب تلقى العمل يطلبك بإذن الله. وشكرا لكم. جميلة منيرة، بالعكس تجربة اختصرتي كل ما قلنا. يعني طبعا اشتغل على نفسك من الجامعة، من الجامعة تشتغل الإنسان على شخص على نفسه ويسوق نفسه بعد ما تخرج من الجامعة بكل إنجازاته داخل الجامعة. محمد أنا عندي صوت معه. صوت تفضل. خلاص أنا جاوبت. كملت يعني؟ وقلنا. طب في أسئلة؟ طيب في الاسم عندنا يظهر الأستاذة شدا، إذا كنت تسمعيننا أستاذة شدا أرجو تفعيل المايك وتفضلي بمداخلة صوتية. الأستاذة شدا تفضلي. الأستاذة شدا. إذا كنت تسمعيننا أستاذة شدا تفضلي. ما فعلت المايك يا طيب. ربي أيوة ألو ألو تفضلي. هلا هلا شدا. السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكتور. وعليكم السلام شدا. أيوة أنا عندي بس سؤال، أنا خريجة جامعة تخصص فيزياء، أنا ما لقيت لي وظيفة بالنسبة للتخصص حق الفيزياء، فانتقلت للأعمال الإدارية الوظائف الإدارية، فأخذت مجموعة أنا من الدورات والدبلومات الإدارية وأخذت دبلوم حاسب، ودالحين كمان بدأت في التسويق، هل طريقتي صحيحة أم خطأ ولا أكمل على الإدارية؟ والله شدة يعني يعتمد على وين مهاراتك وقدراتك فيه، يعني أنت يعني من فيزياء إلى أنا لا لا أيوة لا لا أنا للأمانة يعني الكل شهد لي بأني قيادية، لأن الواحد يعني تخصصنا الفيزياء كيف؟ تفضل. لأن الكل يقول لي أنت تخصصك قيادي، يعني حتى يعني لما أمشي الكل يعني أنت تصلحين قيادية، ما هو بعدين تخصص الفيزياء عندنا ما في في المملكة العربية السعودية يعني كثير، يقولون دحين تتحولين إلى كمساعد طبيب أسنان، وأنا ما ليس حابة أني أكون مساعدة طبيب أسنان، فانتقلت إلى الوظائف الإدارية وقلت والتسويق يعني يصير، هل هذا صحيح طريقتي يعني أمشي فيها وأكملها ولا لا؟ والله ما أقدر أقول لك صح وخطأ، يعتمد عليك أنت وين وجدتي نفسك. إذا وجدتي نفسك في الإدارة أو كيف الإدارة، دائما طوري نفسك في المكان اللي أنت تجدين نفسك فيه، وين الفرص وين الفرص موجودة فيه. يعني اليوم تقولي مثلا التسويق، أنا أعتقد أن التسويق فيه فرص كبيرة جميلة جدا. الفيزياء ما أدري والله أنا، بس أنا إذا أنت لا الفيزياء جدا جدا قليل ما فيه. إذا توكل الله خليك يعني ابحثي وين الفرص في السوق وحاولي أنك تطوري نفسك بهذا التوجه. طيب شكرا يعطيك العافيه. شكرا استاذ، بارك الله. طيب امامنا مداخله صوتيه، لكن اسمحوا لي ان اقدم المداخله، ثلاث مداخلات اجن عبر الشات، ناخذ اثنتين. سؤال اجانا من الاخت رهف، كيف ابدا بتسويق نفسي وهل هناك اعمال تطوعيه غير المشاركه بانديه الجامعات؟ يبدو انها خريجه جامعه، اذا كان السؤال واضحا، كيف ابدا بتسويق نفسي وهل هناك اعمال تطوعيه غير المشاركه بانديه الجامعات؟ تفضل دكتور. طبعا في اعمال تطوعيه غير الجامعه، طبعا في المجتمع اللي انت فيه، يعني في المدينه اللي انت فيها هناك يعني الانشطه والتطوعات كثيره جدا، الاعمال التطوعيه كثيره جدا. كيف ابدا تسويق نفسي؟ اول شيء لمن تريدين تسوقين نفسك له،
إذا تريدين تسوقي نفسك للوظيفة فهناك لها طريقة، إذا تريدين نفسك تسوقي نفسك لترقية عملية تسوق نفسك، ولكن دائما مهم جدا أن تعرف لمن تسوقين نفسك. نعم. طيب في الاسم يظهر عندي أحد أو ربما قد يكون أحمد أحد القبالي، هكذا أستطيع أن أقرأه، فالمايك متاح إذا استطعت أن تفعله تفضل. الاسم يظهر أحد القبالي، أرجو تفعيل المايك إذا كنت تسمعنا. السلام عليكم، مساء الخير. السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا. للتصحيح اسمي عهد. دكتور أنا حديثا متخرجة تخصص تسويق، فالكلية اللي أنا متخرجة منها تتيح لي تدريب تعاوني يعني عشان تهيئنا لسوق العمل. فأنا والجروب معايا شركة مختصة بالمنتجات والتمور والمعجنات، شركة أبدا ما فيها قسم تسويق إلا إحنا الثلاثة اللي تونا جايين. فالشركة كانت تفتقر جدا للتسويق وأبدا ما عندها، فإحنا واجهنا صعوبة إنه إحنا كيف يعني إحنا ما إحنا اسمح لي ما إحنا موظفات، إحنا متدربات بس ممكن إنه إحنا نحب تسويق عفواً، فنبغى نفهم المكان اللي إحنا فيه، لأن أنا من الأشخاص اللي أحب أخلي ليها بصمة، فواجهنا صعوبة إنه إحنا ننهض في المكان اللي إحنا فيه. فجت فترة أزمة كورونا وخلاص تدف الموضوع، حسيت إنه الوضع هذا شوية سبب لي أزمة، إنه أنا كيف أنهض بالشركة أو المنشأة اللي أنا موظفة فيها، خصوصاً لو كنت موظفة حديثاً يعني. شكراً. طبعاً بعض الجامعات، وأنا أعتقد هذه خطوة جميلة جداً، إن عندها برنامج تعاوني كوب للطلاب، إنه يروح يتدرب في شركة لمدة 7 شهور زي ما هي في جامعة البترول، ويعتبر الطالب بنفسه لما ينتقل إلى الشركة هو موظف في الشركة وليس طالب، يقوم بما تطلب منه الشركة. فهذه يعني كإذا أني فهمت السؤال جيد، لأنه بدأ يقطع المايك لما تكلمت أنتي. ولكن دائما أي مكان يبعث له الطالب أو طالبة، يجب أن يقوم الطالب بكل جهد ممكن لتحقيق هدف الجامعة من هذا القاب برنامج التدريب، وهدف الشركة اللي أعطته فرصة تدريبية. شكرا. عندنا سؤال على الشاطة، لعمرك إذا كنت تسمعنا، هل إدارة السمعة، هل هي إدارة المحتوى؟ لا لا، يعني أعتقد في اختلاف إدارة المحتوى، أنه كيف أستطيع أن أرسل رسائل تسويقية عن طريق المحتوى. إدارة السمعة هي سمعتي أنا كشخص، لما أول ما قال عبيد العبدلي مثلا في مجتمعي ولا في شو يقول الناس عنه، سمعتك في النهاية، والسمعة صعب أنك تحدد السمعة، ولكن السمعة يعني صعب أنك تبنيها، ولكن سهل جدا أنك تهدمها بسهولة. فالسمعة وإدارة المحتوى مختلفة شوي. طيب في سؤال من الأستاذة رزان الشعلان، بتقول إذا خريج جديد وبعده مو محدد المجال الذي سيعمل به وأمامه ثلاثة مجالات، هل يبدأ بتطوير نفسه بكل هذه المجالات الثلاث أم بذلك سيحصل عنده تشتت؟ صحيح، أنت جاوبت يا سيد محمد، لا تتشتتين يا رزان. سؤال أستاذ رزان، أنا ما تصرفت. يعني فكرتك أنت أعطيته. لا تتشتت، يعني دائما حاول تبحث أو وين تجد نفسك. طبعا دائما أنا أقول لطلابي وطالباتي، ترى العمل هو تقضي فيه ثلث حياتك بالعمل، إذا لم تكن راضي عن عملك اللي أنت تقوم به لن تكن راضي عن حياتك، فثلث حياتك تقضيها بالعمل، اختر المجال الصح. وبعطيكم نصيحة من تجربة حقيقة، لأنه الأغلب الآن شايف خريجين، لا تبحث عن المال في 5 سنوات الأولى في حياتك، ابحث عن الشركة اللي تعطيك تدريب وتقويك وتعطيك خبرات، لأنه بعد 5 سنوات من التدريب الجيد في الشركة الجيدة ستحدد أنت راتبك لاحقا. فدائما ابحث عن الشركة اللي تعطيك تدريب وتعطيك بيئة عمل جيدة. ممتاز. طيب سؤال أقرأه مباشرة من الشات، ما لحقتش أدونه. السلام عليكم، الاسم يظهر عندي وسن بالإنجليزي WASAN. السلام عليكم، لو سمحتم أنا طالبة جامعية، كيف أسوق لنفسي في الجامعة من خلال الدورات؟
أنا أحضر دورات وأريد أن أسوق نفسي، فكيف ممكن إني أعمل أسوق نفسي من خلال هذه الدورات؟ تفضل. أو شوف، أول شيء وسن، العبرة ليس بعدد الدورات التي توضع في السيرة الذاتية، العبرة بالفهمك لهذه الدورات وتطبيقها على أرض الواقع. يعني الإنسان يستطيع اليوم يخش في اليوم 3-4 محاضرة زي المحاضرة هذه، ولكن إيش المعلومات اللي بيأخذها وبيفكر فيها وبيطبقها في حياته؟ اليوم أنا لما قلت مثلا ابحث عن الشركة اللي تعطيك تدريب وليس تعطيك معرفة فقط، فهنا السؤال مهم جدا أنه أي دورة تدخلينها تستفيد منها وتحاولين تطورين مهاراتك المعرفية وتحاولين تنقلينها لصاحباتك وعائلتك. هذا هو أنك كيف تستطيع أن تسوقين نفسك صح أمام أهلك وبين أصحابك. نعم. في سؤال طريف يقول إذا كان، ما الفرق بين تسويق الذات عند الخريج الجديد أو إذا كان شخص لديه مهارات عديدة ودخل أعمال عديدة ويريد أن يسوق نفسه من جديد، فكيف يسوق نفسه؟ ما الفرق بين هذين؟ أول سؤال جيد. طبعاً الخريج الجديد هو بيسوق للبحث عن وظيفة تقريباً، وهذا مجاله. أما اللي عنده خبرات كثيرة 10 سنوات و20 سنة فهو بيبحث بيسوق نفسه لمناصب عليا، فكل واحد من جمهور المستهدف مختلف تماماً. فهنا جمهورك المستهدف وأنت خريج غير جمهورك المستهدف وأنت عندك كم سنة خبرة. ولكن طبعاً تفضل. اللي فهمته طال عمرك من السؤال، الخريج الجديد أجبت عنه، لكن اللي فهمته أن شخص عنده مهارات متنوعة ومختلفة، فعلى أي منها يركز عند التسويق؟ لمن تسوق له؟ لمن تسوق له؟ يعني لما أنت مثلا تريد مثلا منصب في مكان فلاني، فمهارات مثلا أنا الآن عبيد العبدلي أعطيك مثال، عندي خبرات جيدة في الأكاديمية وعندي خبرات جيدة في التسويق وعندي خبرات جيدة في الإدارة مثلا أو اعتقادي نفسي. اليوم لما أبغى أن أسوق نفسي لأن أصبح مدير جامعة، فأنا بسوق خبراتي الأكاديمية لصناع القرار. لما أبغى أروح مثلا في التسويق لصناع التسويق بسوق خبراتي التسويقية لصناع التسويق. فأختر جمهورك المستهدف واختر المهارات اللي ترضيهم. نعم. طيب عندنا خديجة الفالح، الأستاذة خديجة الفالح طلبت الإذن، نرجو تفعيل المايك إذا كنت تسمعيننا. الأستاذة خديجة، أستاذة خديجة الفضلي، أستاذة خديجة الفالح إذا كنت تسمعيننا أرجو تفعيل المايك وتفضلي. طيب إلى أن السلام عليكم. السلام ورحمة الله. الصوت واضح؟ تفضلي. إيه سؤال الله يعافيكم، تسويق الذات لطلاب الجامعات أو خريجي الجامعات هل تختلف عن طريق تسويق الذات لطلاب الدراسات العليا؟ يعني ولا نفس الطريق؟ ويعطيكم العافية. تفضل دكتور. الصوت طال عمرك دكتور عبيد، الصوت اختفى. دكتور عبيد ايوه نعم، انا بيروح من عندي الصوت يروح من عندي ويجي. لا سؤال ما اعتقد في فرق كبير جدا، لانه خريج الجامعه او خريج الدراسات العليا ما بينهم فرق كثير في السنوات، فاعتقد الهدف يكون تقريبا واحد. اللهم يكون الهدف عند خريج الدراسات العليا اعلى من الهدف عند خريج الدراسات الجامعيه. نعم. طيب عندنا الاستاذ بدر الشمري، استاذ بدر الشمري تفعيل المايك اذا كنت تسمعنا. استاذ بدر الشمري السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أسعد الله مساكم بكل خير جميعا. هلا بدك يا مرحبا فيك. طبعا عندي سؤال واستفسار فائدة للأشخاص اللي حابين يروجون أو تسويق الذات. واجهت مشكلة في بداية مسيرتي العملية، أنه لما تقدم على وظيفة
يقول لك إيش الخبرات اللي عندك، فكون الجهات كلهم يطلبون خبرة، من الجهة المانحة لهذه الخبرة؟ فأنا كيف أسوق ذاتي بمهاراتي؟ أنا عندي مهارات كذا، كتابة، عندي مهارات التصوير، التحرير، المونتاج، ولكن لما تجي تمارسها عملياً يقول لك أنت جاي تعلمني في صريح العبارة، أو يقول لك إيش الخبرات اللي عندك أنت ما مارستها عملياً. شكراً لكم. شكراً بدر. طبعاً هذه قصة مع الأسف شديد تتكرر في سوقنا المحلي، وهي تشرط بعض الشركات على إيجاد خبرة لشاب لسه متخرج الجامعة. فأعتقد هذه يبغى لها حل، يعني ما هو عندي الحل، هو الحل عندي يعني صناع القرار، لأنه فعلاً بيجيني خريج وعنده مهارات جيدة بس ما مارسها على مجال العمل، فيجب أن يعطى الفرصة لخلال، وأعتقد أنه من خلال صندوق هدف بدأ يشجع في الناحية هذه، وإن شاء الله أنه يعني يوم من الأيام نسمع أنها زالت هالشرط من كل الشركات، ولكن دائماً اللي يبحث ويجد ويرتهد يلقى له إن شاء الله مكان. طيب قبل أن أعطي مجال للأستاذ عبد العزيز الحمدان بعد دقائق، أنا بقول تخصص شرعي فكيف أسوق من طالب تخصص شرعي أسوق نفسه؟ أي شوف التسويق نفسه ذاته، طالب الشرعي يستطيع بسهولة يسوق نفسه، طالب الفيزياء، طالب، أنا ما أتكلم عن تخصص، هو جيد هو الذي يبحث عن فرصة في أي مجال، يعني دائما الفرصة ليست مرتبطة بتخصص واحد، يعني في تخصصات ممكن تبرز فيها بطريقة معينة. اليوم مثلا أنا طالب شرعي ممكن يكون عن طريق السناب، عن طريق تويتر، بث رسائل توعوية جيدة، بث الإيجابية، بث أشياء كثيرة جدا. فليس التسويق الذات مرتبط بالتخصص بقدر ما مرتبط بمهارات عند الشخص يستطيع أن يوصلها للطرف الآخر. طيب في الأستاذ عبد العزيز الحمدان، مايك متاح، أستاذ عبد العزيز الحمدان تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله عبد العزيز. أسعد الله مساء الجميع بالخير، الله يعطيكم العافية على هذا اللقاء الجميل اللي كنا ننتظره من فترة. دكتورة، أنا طال عمرك مهتم بالتدريب والتطوير، لي فترة دورات في تدريب المدربين وأقمت عدة دورات، لكن في رأيكم يعني ما هي الطريقة المناسبة للتسويق كمتدرب، والطريقة المثلى التي تكون فيها يعني بعيدة عن المبالغة وبعيدة عن يعني الأمور المادية؟ يعني بعض المسوقين ربما من الإعلان يستهدف، واضح من الإعلان أن الهدف مادي، لكن توجيهاتكم في يكون التسويق نظامي ومرتب. عبد العزيز، أول شيء أعانك الله ووفقك إن شاء الله في التدريب. أعرف أول شيء حدد جمهورك المستهدف. دائماً لما نكون مدرب لابد أن نعرف بالضبط لمن أريد أن أدرب. الوصول لهؤلاء يحتاج إلى مهارات تسويقية من خلال العلاقات المهنية، من خلال الجمعيات المتخصصة. أنا ما أدري في أي مجال أنت تدرب، ولكن دائماً أنه كبن اسم لك في هذه الصناعة، في هذا السوق. السعر دائماً يكون حذر من قضية التسويق، يعني السعر واحد. اثنين، تحدد جمهورك المستهدف والمحتوى، يعني دائماً أنت تسوق نفسك من خلال الناس اللي تدربوا عندك وخرجوا من التدريب، هم إيش بيقولوا عنك، زي أنت أو التدريب عندك منتج زي منتجات، الناس راضي عنه وفي ناس غير راضين عنه. الراضي حاول أنك يعني من خلاله تسوق دوراتك، والغير راضي حاول من خلاله أنك ترضيه علشان يسوق نفسك أو لدوراتك. شكراً. بعد قليل سنفعل مع الأستاذ عبد العزيز العيسى، لكن اسمح لي أن أقدم سؤالاً آخر. تقول: السلام عليكم، أنا كنت موظفة لمدة أكثر من 5 سنوات واستقلت لظروف عائلية، حالياً أحاول أن أعود إلى العمل ولكنني أجد صعوبة في ذلك بالرغم من أن فترة استقالتي كانت أخذ دورات وطور من نفسي، فماذا أعمل؟ أول شيء الخطأ
يعني دائما أنا أنصح لا تطلع من عملك إذا لم تكن واثقا إن في عمل آخر بيكون موجود. فأنت طلعتي لتطوري نفسك ولكن مع الأسف فقدتي فرصة عمل. اليوم سوق فيه شح وظائف، يعني شئنا ما بينا هذا هو واقع. ولكن دائما ابحثي، طبعا إن شاء الله أنك ترجعين وتلقي لك عمل أفضل وأفضل. وبالعكس وأنا دائما أقول تطوير النفس وتطوير بدورات ما هو خسارة، يعني الآن التدريب دائما هو استثمار. ولكن أتمنى يعني إن شاء الله أنك تبحثين بروية وترجعين تحاولين تقنعين الشركة اللي أنت كنت فيها أنك ترجعين، وإن شاء الله ترجعين بإذن الله. إن شاء الله. الأستاذ عبد العزيز العيسى من محافظة الغاض، تفضل. أنا أستاذ عبد العزيز العيسى. أستاذ عبد العزيز، مرحبا دكتور. هي أسمعك. هلا هلا عبد العزيز، يا مرحبا نسمعك. نعم، أسعد الله مساك دكتور. بارك الله فيك، ما قصرت. بارك الله فيك، ما قصرت. عمل مميز والهادف، واستفدنا منه كثيرا. أنا سؤالي الواضح، أنا متقاعد من التعليم ولفترة طويلة، لكنني أسعى لتطوير طبعا الذات، ولا يزال الواقع في نفس الواحد أشياء كثيرة. لكن سؤالي أنا ينحصر في دور المعلمين وأساتذة الجامعات في توجيه النشأ هالطلاب اللي بحاجة إلى الواقع، تبصيرهم بتطوير الذات والاهتمام فيه كوجهة لحصول على وظيفة وعلى التمكن من العمل. صحيح، واضح سؤالي دكتور؟ واضح جدا أستاذ عبد العزيز، وجزاك الله خير، وإن شاء الله العمر كله بإذن الله أستاذ عبد العزيز. طبعا سؤالك جدا جميل، وش دورنا إحنا كأساتذة جامعات وكمعلمين في توجيه النشأ؟ والله أستاذ عبد العزيز، يعني دور المعلم كبير جدا جدا في توجيه الطلاب. حتى لو ما استوعبوا من النصيحة أو الكلمة هو في خلال الدراسة، ستذكرون يوم من الأيام أن أستاذ فلان قال الكلمة الفلانية. احنا مقصرين مع الاسف الشديد. طبعا انا ما اتكلم على العموم، لكن يعني انا اخصص، علينا دور كبير جدا. وحتى اليوم عبد الاستاذ عبد العزيز، انا متقاعد من جامعه البترول كذلك، علينا دور في بث الايجابيه في المجتمع، ببث باعطاء الامل لشبابنا وشاباتنا. اليوم احنا في خلال الخضم هالسوشيال ميديا والمعلومات المغلوطه من داخل ومن خارج وتحطيم، احنا يجب ان نبني الامل لهؤلاء الشباب والشابات. انا اتمنى من جامعاتنا ومن وزاره التعليم يكون عندي مراكز احياء، والمراكز الاحياء زي ما هي موجوده في الغرب، اني اجي مثلا عندي، انا متقاعد اليوم، انا عندي على استعداد اني اعطي مثلا ساعتين في كل اسبوع، ثلاث ساعات اجلس مع الطلاب اوجههم ارشدهم. اللي نصيحه واحده قد تفرق في حياه الطالب الى حياه افضل واجمل. فدورنا كبير جدا، ودور يعني وزارة التعليم كبير جدا، ووزارة التعليم متواجدة في كل مكان. دورنا اليوم أنا مثلا في قبل الصيف كان في أسئلة كثيرة تجي، إن وين أروح، إيش الجامعة الأفضل، إيش التخصص الأفضل، وين ألقى. هذا دورنا الآن. اليوم عندنا طلاب وطالبات تخرجوا من الجامعات وجالسين في بيوتهم، إيش دورنا إحنا؟ إن نساعدهم يعني في كتابة السيرة الذاتية الصح، في إيصالهم إلى الشركات الصح، في إعطائهم النصيحة الصح. هذا دور كبير جدا. شكرا سيد عبد العزيز انك كثرت هذا الموضوع العاطفي، وان شاء الله يوم من الايام نشوف مراكز في الاحياء. وعندنا اليوم مراكز الاحياء عليها دور كبير جدا في مساعده الشباب في كتابه السيره الذاتيه، في التواصل مع الشركات، في اشياء كثيره جدا. النصيحه، بارك الله فيك. شكرا دكتور. اذا سمحت لي انا بسؤال مني شخصيا، تفضل. انا لاحظت كثير من الشباب يظن بأن كتابة السيرة الذاتية أهم. الصوت يا أستاذ محمد، الصوت يضيع. طيب، سؤالي طال عمرك بأن بعض الشباب يعتقد أن كتابته للسيرة الذاتية وإرسالها للجهة التي ينتظر منها عملا هي أكبر شيء بالنسبة له في التسويق، ويتوقف دوره عند إرسال السيرة الذاتية، وربما يهمل المقابلة التي يطلب منه عملها في بداية العمل. فماذا تنصح هؤلاء الشباب؟ كتابة السيرة الذاتية هي فقط المرحلة الأولى من مرحلة طويلة للعمل. المقابل إذا نجحت، إذا كتبت السيرة الذاتية ونجحت في مقابلة شخصية،
دورك الآن في المقابلة الشخصية، لأن المقابلة الشخصية يبغون أسئلة كثيرة جدا، فهذا المهم جدا، ليس كتاب سيرة. ولا اليوم أشوف في شباب يكتبوا سيرة ذاتية أي كلام، يعني مع الأسف الشديد يجب عليهم. وأنا أقولها وأنا أقدم خدماتي لمركز الأميرة السديري، أن أي واحد يبغى يكتب سيرة ذاتية يبغى نرجعها برجعها له بلاش، بالعكس نبغى شبابنا يعني يستفيدوا أنهم يكتبون سيرة ذاتية صح، لأنه السيرة الذاتية ما هي بس معلومات وحطة، طريقة عرض الكلمات، المعلومات اللي تحطها، السيرة الذاتية صفحة واحدة وركانها تكون مرتبة، وكيفية إرسالها وكيفية متابعتها، أشياء كثيرة جدا. ولا تعتمد فقط على السيرة الذاتية، في عندك يسمونه يوم المهنة في الجامعات في أماكن، حاول سوق نفسك بكل الطرق الممكنة الصحيحة وسوق نفسك وإن شاء الله تنجح بإذن الله. لا تيأس، يعني أنا مثلا عبيد العبد أتكلم على تجربتي عام 91 قبل 30 سنة، 49 شركة بحثت عنهم وأنا معي ماجستير من بريطانيا، لم أجد فرصتي إلا في رقم 50 شركة تهامة. فما هي قضية، هي عندنا في طلب وفي طلاب يبغون وظائف، بس ما في زي ما تقول توافق. بارك الله فيك أستاذ محمد. الله يحفظك. في ملحوظة للإخوان والأخوات الحضور، نحن سنبث تسجيلا كاملا لهذه المحاضرة عبر حساب مركزي عبد الرحمن السديري على يوتيوب، وسنشير إلى ذلك في حسابنا بتويتر بإذن الله. الأخت منى يظهر عندي الإيميل منى72حسن@gmail، أرجو تفعيل المايك أستاذة منى إذا كنت تسمعيننا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وسهلا، يعطيكم الله العافية. لو سمحت، بالنسبة للناس اللي يعني في مجال عملهم بيكون في تسويق لنفسهم ويكون التسويق دوت ما فيهوش مصداقية، هذا خطأ، خطأ كبير جدا. يعني كيف نتعامل معاهم؟ خلاص أسوي عليهم حظر كامل، لأنه مشكلة أستاذة منى. طبعا أنا كتبت كتاب قبل كم سنة عن أخلاقيات التسويق، يعني كل مهنة في العالم في أخلاقيات لها، إذا الشخص اللي ممارس لهذه المهنة لم يلتزم بهذه الأخلاقيات فأنا أعتقد أنه مو بعدم نفسه، هو طبعا هيحكم على نفسه بالخروج من العلاقات اللي بينه وبينه، ولكن سيعدم وسيضر سمعة مهنته، وهذه مهمة جدا. وشكرا أنك طلعتيها، دائما المصداقية في كل عمل يعمله الإنسان هو اللي بتخليه يسوق نفسه صح، لأنه حبل على قولنا حبل الكذب قصير، الناس هيكتشفونك اليوم ولا بكرة. والمجتمعاتنا مجتمعات يعني متواصلة، اليوم إذا جتني مكالمة من شركة ولا كان خطأ من شركة أنا بخبر زملائي وزملائي بخبر زملائهم، فهتنتشر. في سؤال عبر الشات من رمز AJ، التسويق بالذات هو إبراز المهارات الشخصية، السؤال كيف أبرز هذه المهارات الشخصية؟ هل هناك طرق مختلفة لإبراز مهاراتي؟ كل ما جاتك فرصة في مجتمع ولا في جلسة ولا في اجتماع وجدك فرصة أنك تتكلم، تكلم بطريقة مقنعة للناس. اليوم إحنا بنروح في مجالس، في شركات، في محاضرات، زي اليوم احنا مثلا نستطيع ان نسوق نفسنا لبعض من خلال طرح الاسئله ومن خلال جوده السؤال، ففي طرق كثيره جدا، ولكن دائما كن مهذب في طرح السؤال وطرح انتقادك وطرح اقتراحك. احنا لا نريد ان نطيل على الجماعه يا استاذ محمد، فاحنا اعتقد وصلنا الى اغلب الناس فتاخذ سؤال سؤالين بالعكس. لا، سؤال ختامي من قبلي أنا. طال عمرك أنت تتحدث كثيرا عن تسويق الذات، طيب المؤسسات غير الربحية كيف تسوق نفسها، وبخاصة المؤسسات العاملة في المجال الثقافي؟ إحنا اليوم عندنا قطاعات كثيرة في البلد، والقطاع الثالث اللي هو المؤسسات غير الربحية أعتقد من القطاعات المهمة جدا في البلد، وحتى رؤية 2030 مركزة على هذا القطاع. إحنا القطاع كان يدار إلى قريب بطريقة بدائية وبطريقة بعيدة شوي عن قضية الإدارة الصحيحة، اليوم لا، فيه يعني توجه جميل جدا، في استمرارية في المؤسسات
القطاع الثالث ومن ضمنها مؤسسة عبد الرحمن السديري، هذه مهمة جدا. وهناك طرق كثيرة جدا. اليوم احنا انا ومجموعة من الزملاء انشأنا جمعية سميناها جمعية الاستشارات التسويقية، مهمتها مساعدة القطاع الثالث في تسويق منتجاته وخدماته والبحث عن الرعاة والداعمين. فاليوم كثير جدا، وطبعا موضوع أستاذ محمد وانت عارف مني في هذا ولأنك في هذا المجال حيطول شرحه كثير جدا، ولكن مبادئ التسويق كلها المكونات التسويق وآليات التسويق ستطبق وبمهارة على القطاع الثالث، وأنا أعتقد أنه فرصة كبيرة جدا لشبابنا وشاباتنا أنه ينخرطوا في هذا القطاع. أنا اليوم في أكثر من جمعية من القطاع الثالث، ما زلنا نواجه مشكلة حتى الإيمج والصورة الذهنية والسمعة حقتنا نحتاج نشتغل عليها كثير. وبارك الله فيك. بارك الله فيكم. في نهاية هذا اللقاء بإذن عبد الرحمن السديري الثقافي، نشكر تعالى الدكتور عبيد مساعد الحمدي على هذه المحاضرة الشيقة والقيمة، وأود أن أخبركم بأنه في على الشاشة كتبوا الإخوة والأخوات كثير من المداخلات الذين يفيدون بهذا اللقاء ويطلبون تكرارها بين حين وآخر، ونفيدهم بأننا سنبث إن شاء الله تسجيلا كاملا لهذه المحاضرة عبر حسابنا على اليوتيوب. بارك الله فيكم جميعا وجزاكم الله خيرا على ما قدمتم. تفضل. تسمح لي بكلمة شكر لكل من حضر وأتعب نفسي للسماع لكلام قد يكون مكرر في كل مكان، وأتمنى إن شاء الله يوم من الأيام أن نقابلهم وجها لوجه ونستطيع أن نتكلم بأكثر يعني بتفاعل أكثر. أشكر في النهاية مركز عبد الرحمن السديري الثقافي اللي أتاح لي الفرصة، وهي كانت دعوات قديمة واليوم حققتها والحمد لله، وأنا سعيد جدا أني أساهم بمساهمة بسيطة جدا في فعاليات هذا المركز الرائع، وأتمنى لكم جميع توفيق. وهذا النقطة. النقطة الثانية، أنا متواجد على حسابي في تويتر، أي سؤال أو أي استفسار تحت الأمر ويا مرحب فيكم، وشاكر ومقدر الجميع، وشكرا أستاذ محمد على إدارتك الجيدة لهذا اللقاء، وبارك الله في الجميع. بارك الله فيك، أحسن حفظك الله وبارك الله في علمك وفي خبرتك، وإلى اللقاء إن شاء الله في مناسبة أخرى عبر منصة مركز عبد الرحمن السديري الثقافي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.